اهلا بكل مشاهدي اليوم السابع. نحن الان في مدينه دمنهور، بالتحديد في سوق البندر، اقدم اسواق المدينه على الاطلاق. النهارده مع لايف جديد ومختلف عن انواع ام الخلول. ام الخلول طبعا من المحار او الصدفيات البحريه التي يعني يشتهي اليها الكثير من المواطنين خلال شهر رمضان. هي من المقبلات اساسا، يعني من المخلول المملحه، هي من اشهر المقبلات على السفره المصريه، يعني لها انواع مختلفه، لها اسماء مختلفه. معانا النهارده، اتفضل معانا النهارده اشهر تجار المخلول في البحيره واقدمهم على الاطلاق، الحاج عيد حسونة. اهلا بحضرتك، معلش خليك معايا انت على الهوا. حاج عيد، يعني اولا انت بقالك كام سنه في تجاره ام الخلول؟ 50 سنه. بورسعيد، دمياط، جمصه. تمام، دمياط، جمصه، بورسعيد. تمام، ما بتشتغلش الا في ام الخلول بس؟ يعني طب ام الخلول دي مش لها مواسم؟ موسمها على طول، بس في مواسم للصيد. هل في الفتره اللي ما فيهاش صيد يعني برضو ما بتشتغلش؟ لا، تبع الشتاء بس، لو ادينا الشتاء ممنوع الصيد تنزل. في الشتاء ما فيش، في الصيف تبدا بقى الموسم. انا شايف عم عيد انواع مختلفه من ام الخلول، يعني مثلا تعرفنا عليها كده. دي يمكن من رشيد. معلش على صوتك. دي من رشيد. من رشيد، ام الخلول الرشيدي. يعني ورينا كده. الشبح بس. تمام، دي اسمها الشبح. تمام. طب وايه دي اللي جنبنا دي؟ يعني دي رشيدي ودي ايدكو. طب ودي، طب هتعرف عليه تاني على كيفيه الـ يعني ايه الاشكال. ده ايه بقى؟ العجمي. يعني دي رشيد. رشيد وبعدين ايدكو. ماشي. ودي العجم. عجم اسكندريه. عجم اسكندريه. طب وايه دي بقى؟ ودي ايدكو. ودي ايدكو. طيب يعني ازاي نفرق بين الانواع المختلفه؟ يعني كلها حلوه. يعني الفرق بين الانواع، مين اشهرهم واهمهم؟ ايدكو. اللي هي فين؟ طب دي اسعارها غاليه؟ ب 200 جنيه. ب 200 جنيه ودي 200 جنيه يعني دي 200 جنيه ايدكو والرشيد ب 200 جنيه. طب ايه الفرق بينهم طالما في سعر واحد؟ دي ودي واحد، البحر واحد. البحر واحد. امال تفرق ايه الايدكو عن الرشيد؟ هم بالذهب مش عايزين يشيلوا مكان ولا مكان ثاني. طب ليه ام الخلول اصلا يا عم عيد غاليه اصلا يعني؟ شويه في البحر. شويه ايه؟ في البحر. يعني الصيد ما بيبقاش كتير. لا انا عارف ديت بلد. ما بيبقاش كتير، فبالتالي بتزود الاسعار. بتزود الاسعار. قبل اللايف قلت لي على حاجه غريبه او على اسماء غريبه، قلت لي على من الخلول الفياجرا. ايه فين هي بقى؟ ده احنا بنسميها الفياجرا. اللي هي فين؟ اللي هي دي. اللي هي الرشيدي. احنا بنسميها الفياجرا. بتسميها الفياجرا، ليه بقى؟ ليه هي سميتها الفياجرا؟ عشان اخر حاجه الفياجرا، دي بقعة الفياجرا. فوسفور يعني. دي بقعة يعني من المقويات الجسدية يعني. ما شاء الله. بنسميها غير الفياجرا. دي فياجرا البحر بقى يعني. بس ب 200 جنيه. الأنواع مختلفة، أنت بتقول لي ب 200، في صغير بقى أهو. في قدامك ب 120. 120، دي اللي هي العجمي. يعني العجمي ب 120. تمام. معانا برضو النهارده يعني استاذ حلمي حسونه. اهلا بحضرتك استاذ حلمي. يعني ما شاء الله، انت لما قلت لي قبل اللايف انت يعني خريج جامعي بكالوريوس تجاره، وفي نفس الوقت برضو مهتم بالمهنه مع والدك. يعني طبعا دي مهنه والدي ومهنه اجدادي. بقى 50 سنه هنا في السوق. 50 سنه ما ينفعش يعني كده كده هنلف نلف ونيجي برضو المهنه. يعني انت كنت مسافر، كنت بتشتغل بره مثلا؟ خارج مصر وشغل خارج مصر، وجيت هنا برضو شغل والدي. والدك حكى لنا على فياجرا البحر، وحكى لنا على ام الخلول وانواعها. انت بقى ممكن تكلمنا على انواع الصيد ام الخلول، وازاي الوجبات دي بتتاكل؟ يعني الوجبات دي بتتاكل ام الخلول طول السنه طبعا، بس شهر رمضان بتبقى مرتبطه اكتر بالحباش، باكل الحباش.
في الصخور وفي في الفطار. في الحباش، الحباش اللي هو ايه اللي الحباش اللي هو البودره الطحينه يعني سلطه يعني هو يعتبر المخلول من المقبلات من المقبلات بس المقبلات يعني غاليه شويه بس مش اكتر يعني مش عارف زي الجمبري كده يعني زي الجمبري دي بقى اللي في ايدك الفياجرا بقى يعني وده الوالد هو من اساسا يعني اشهر او اقدم تجار السوق من اقدم تجار السوق عشان كده بقى هو بيسمي بقى بمسميات براحته بقى طبعا حلمي عرفني ازاي الملخلول يعني بتطهي يعني انا اعرف اللي فيه الملخلول بتتاخد على البارد او بتتاكل عادي لا في ملخلول بقى اللي هي اسمها مقليه وبتطهي المقليه دي بتيجي من البحر طازه من غير ملح من غير عليها ملح بتعملها بشويه زيت وفص ثوم مبشور ومع البهارات او كلام من ده تاكل احلى ملخلول كمان تشرب شربتها كمان يا سلام عليها يعني زيها زي الجندوفلي يعني الجندوفلي زي الجمبري كمان تشرب شربتها كمان تبقى جميله خالص يعني في شوربه من الخلوق ام الخلول انا برضه حتى مش عارف ايه يعني يا باشا يا باشا ودي يا عجب يا باشا قانون الافضل في الاثنين دي عجمي ودي رشيدي ودي دمياط يا حاج تمام يعني في فرق ما بين الثلاثه ولا الطعم واحد هو هو كل واحد الثلاثة بيجوا من مكان واحد؟ لا بيجي من العجمي من اسكندرية اللي هو النوع ده؟ النوع الأبيض ده تمام بيختلف في الأسعار طيب؟ بيختلف في الأسعار طبعًا بيختلف في الأسعار تمام أنا شايفك الأول تعرف بنفسك الأول أهلًا وسهلًا بحضرتك أنا سعد فتحي من شبرا وعندي محل ملابس من دمنهور أنا شايفك أنت بتسأل الراجل وأنت دايمًا بتسأل كده أنت هتشتغل معانا يعني أنا بتقول له على الأنواع والكلام ده يبقى عندي خلفية بالشيء اللي أنا بناكله يعني أنا متعود إن أم الخلول فيها كبيرة انما لما الاقي شيء مختلف والكلام ده لازم نطمن الشيء ده مصدره ايه وطبيعته ايه انت اصلا يعني الملخلول بالنسبه لك يعني وجبه اساسيه على السفره في رمضان مثلا طبيعي جدا زيها زي المخلل زي الحباش زي اي وجبه اساسيه فانت لازم يكون عندك الملخلول ده طبيعي جدا اي سفره واي بيت مصري لازم تلاقي عنده الملخلول ده بالنسبه للاكيل واللي بيفهم في الاكل صاحب مفهوم. المزاج بقى طبعا لكن طبعا. حتى لو مثلا في لحوم في اسماك يعني دي جزء اساسي ده جزء اساسي بالنسبه لنا ام الخلول في ناس وديت مع ديت وفي ناس لا بس الاكيل الحقيقي ان لازم في يوم يكون اكله يكون فيه تحريش تحريش يعني ام الخلول يعني حباش يعني بتنجان يعني بابا غنوج يعني لازم ام الخلول طبعا طبيعي جدا طبيعي جدا بشيء بديهي ان ام الخلول تبقى موجوده معانا فدي لقيت حاجه جديده النهارده والكلام ده فبعرف من الراجل قانون افضل لي يعني ما شاء الله انت بتعمل تحقيق استقصائي اكتر مننا يعني لا ابدا ان شاء الله احكي له الخلول فحبيت اعرف اصل الشيء ده ايه واطمن فرصه سعيده تسلم تسلم استاذ حلمي يعني اكمل اللقاء معاك الزباين مثقفه يعني لما بيجي يسالك بيقول لك ايه الانواع والحاجات دي طبعا اكيد طبعا الزبون النهارده عارف كل حاجه مش النهارده الزبون عارف كل حاجه عارف المخبوز مصروف ايه بكام بياكل حاجه كويسه بياكل حاجه نظيفه بس اهم حاجه مصر طبعا اهم حاجه مصر بس واهم حاجه السمع لان احنا بقالنا زمن هنا اللي يفرق ايه الطعم الملخلول الرصيدي عن الاتكاوي عن دي مع انهم غاليين كلهم يعني كلها كل الملخلول طب بعدين احنا كمان هتبقى وصل لنا نص ونص خلاص البعض هتبقى وصل لنا نص ونص من دي ان شاء الله الافضل في الاثنين بعد اللقاء حبيبي شكرا ايه الفرق بين يعني في الطعم او من بص يا باشا الملخلول دي اللي الحاج بيقول عليها فاجرة بتبقى لحمها مليان انت ما تورينا كده احنا طبعا في رمضان مش عارفين ندوق يبقى لحمها مليان يبقى لحمها مليان افتحها كده دي بقى بتبقى لحمها دي اللي هي الرصيد كلها في السوق دي واكله جمبري دي واكله جمبري عشان كده سموها الفياجرا واكله جمبري طب والثانيه بقى دي برضو نفس النظام دي برضو فيها لحمه هي هتلاقيها بص مش عارف تفتح ضوافر انها ايه انها جامده برضو لكن طب والعجم الاسكندراني بقى اسكندريه من ارض العجم عشان ارضتها بيضاء هتلاقي يعني ايه مش قوي يعني يعتبر مش بدرجه الفكره مش بدرجه الاتكاوي بقى بتاعتنا ازاي بتقدر تحفظ الملخلول يعني او الناس في البيوت ازاي يقدروا يحفظوا مثلا انا اشتريت كيلو وعايز احفظه اتفضل احنا في محلاتنا جبنا مثلا عندنا فريزرات في المحلات انما في البيت ممكن مثلا تحطها في الفريزر
لو خدت كيلو على حسب اكلك، على حسب احتياجك لاكلك، ممكن مثلا تطلع شويه وتحطه بقى في الفريزر او في الثلاجه. بس تمام. حاجه يعني ممكن تقولها انا ما قلتهاش في عالم ام الخلول، يعني في حاجه انت عايز تقولها؟ بص يا باشا، هي اكله ام الخلول محدش يعني قد كده عندنا في مصر عموما على مستوى الجمهوريه. اكله ام الخلول دي بيجي لها باسكندريه. انت بيجي لك باسكندريه؟ بس اسكندريه اكيد فاهم الخلول. فيها بس غاليه 300 350 جنيه. انت بتبيع ارخص يعني؟ عشان احنا الاساس. احنا الاساس. في اسكندريه ام الخلول دي بتعمل 300 جنيه و 280 جنيه. تمام، واخد بال حضرتك؟ احنا نبيعها اقل، لان احنا المصدر اساسا. تمام، احنا المصدر. تمام، احنا مصدر الصياد. انت مصدر الصياد؟ احنا مصدر الصياد. احنا مصدر الصياد. لكن في الاساس ام الخلول دي وجبه اساسيه في رمضان، اساسيه في رمضان وهي طول السنه. طول تمام. السنه بس عشان يعني ممكن عشان غاليه شويه، بس عشان غاليه شويه بس، مش اكتر. بس حبيبي حبيبي شاكر افضلك، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا عم عيد. يا ملك، ملك ام الخلول، ملك ام الخلول. انت بتتصور، ما انت بتشتري اهو. كل سنه وانت طيبين، كل سنه طيبين، كل سنه وانت طيبين. ايوه يا باشا، انا مستعجل. انت بتتصور يا عم؟ انا مستعجل. انت بتتصور؟ صورونا الورقه اهو، منزلونا. انت بتتصور؟ ما تروحش يا مدير، انا موجود اهو.